السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساء صباحكم بالخير أخواني المشاهدين. اليوم عندنا تجربة في الطائف مع أخونا أبو نايف. أبو نايف عنده مشكلة في البير، ملوحة البير 4000 أبو نايف زي ما حللناها. الآن هذه عينة من البير، طبعا احنا حنقول خلينا نخش على حاجة يسموها البي بي ام. حطينا الجهاز، أعطتنا الملوحة 4000، شوف دحينا 4100، يعني قول 4030 زي ما قلنا اول، عشان طبعا ملح ترسب ونشف، فهي كانت 4030. طيب حنروح على مستوى البيتش، طبعا فيها ملح، البيتش 5.2، هذا معناته يا ابو نايف في حموضه في المويه، فما يتفق الملح مع المالح مع الحامض، ما يتفقوا مع بعض، فهنا في حموضه، يعني هذا يعتبر حمض موجود في الابيار، وهذا يعتبر في الغالب من لون المويه بين انه حمض الكبريتيك. فكل الحالات ان شاء الله حيتعالج ابو نايف. ابو نايف الان حنسوي التجربه عنده، حنحط له المواكسيد وحنستخدم البلاك رويال على الشتلات هذيك، وحيتابعها ان شاء الله هو بنفسه حيوافينا فيها. الان نبدا نصب المواكسيد على البير، هذا عمقه 70 متر ابو نايف، هذا عمق البير 70 متر، يعتبر سطحي في منطقه الطائف، السيل الصغير. طبعا كانت من اجمل واحلى الابيار حقت السيل الصغير، المويه صب كان في منطقه هذه طال عمرك من كثر ما هي حلوه، كانوا يجوا يعبوا ويتات منها ويعبوا بها في البيوت. الان ايش سبب الملوحه يا ابو نايف؟ سبب الملوحه انه الابيار انقطعت الامطار عندنا 8 سنوات. انقطاع الامطار 8 سنوات، الكلام ده كان قبل 7 سنوات 5 سنوات، انقطعت 8 سنوات، هذا مما سبب تكلس للاملاح الجيريه في عروق المياه، وصارت المياه تعطي مويه مالحه. فطبعا كان بيسالني ابو نايف زي ما سالوني كثير، يعني هل المواكسيد يروح عكس التيار مع العروق؟ الاجابه نعم، يروح عكس التيار مع العروق. طبعا المواكسيد خفيف، ممكن يمتص الصخر. اباك تصب لي على الاسمنت على الطوبه دي بوكه، صبه خفيف عشان بنوري الناس انه حتى لو عندك بلوك او سويت صبه خرسانيه ودخل فيها الملح ابو نايف، المواكسيد يطلع الملح. شوف شوي ايش بيصير في البلوكر. هذا الان في ملح جاء على الحجر، دخل المواكسيد يعالج الملح داخل الصبه. يعني ميزه المواكسيد انه يخش حتى في الصخره الملساء، اخف كثافه من المويه واسرع في عمليه المعالجه. حنوقف التصوير وحنغلق نوريكم لما نجي نوقف نبدا عمليه ايش المعالجه الثانيه. الان صبينا المواكسيد وحنقلب البير لمده 3 دقائق، نرجع المويه في نفس البير. كده انتهى عمليه معالجه التربه بالبوكسيد. التربة زي ما احنا شايفين في بس روح للبعده. حطينا الان المواكسيد، شوف ابو نايف البياض هذا اللي انت شايفه هذا ملح، ملح لا موجود في التربة. ميزة المواكسيد الان حيبدا ينفس التربة ويبدا يعالج الملح اللي موجود في التربة ويعالج الملح اللي موجود في جذور النبتة نفسها. الان بعد ما تصير عمليه المعالجه الارض تشرب المويه، حنحط لها البلاك رويال عشان النبته تكون متعوده بالعناصر، لان العناصر حتكون ناقصه مع عمليه الاكسده. لازم الماكسيم المرب عليها كلها اي نعم، الحين بنعطيها فيه، احنا سوينا الجرعه دي كافيه. يلا حط حطيت للمانجا، وانا مانجا من الشجار الحساسه في هذا السن، لكن المفروض انها تكون اقوى. بس يلا على الثانيه، هذه يقول لي برتقال ابو نايف وانا كنت احسبها رمان. هذه برتقال صح؟ وانا احسبها رمان، يعني شوفوا حتى ورقها متقزم بسبب الملح. وهذه ايش ابو نايف؟ قلت لي فركس، اللي هو خوخ. الخوخ شايفين الخوخ يا اخوان كيف ورقه؟ متقزم النمو، يعني ما تلحق تنمو الا يعني احنا نقول يا دوب عايش او بتموت بالبطيء. فحنوقف التصوير الان مع المواكسيد وحنرجع مع البلاك رويال. تم استخدام المواكسيد
والبلاك رويال على تربة طينية، تربة طينية معها أسمدة وماسكة ملوحة، ملوحة الماء كانت 4000 درجة، وعملية الأكسدة سببت عملية الرغوة اللي طلعت هذه. واستغلينا عملية الأكسدة باستخدام البلاك رويال بحيث انه تمتص النبتة اكثر عناصر. فالواضح من الرغوة اللي احنا شايفينها هذا يحدد مدى ما تعانيه النبتة من تعرض للأملاح الشديدة، وكذلك تقزم الأوراق زي ما احنا شايفين. الآن ان شاء الله ابو نايف حيتابعها متابعة اسبوعية، وهو اللي حيقول لنا ايش اللي حصل معه من تغيرات في المزرعة حقته، وربنا يطرح له البركة. ونحن ننصح كل المزارعين يا ابو نايف انهم يزرعوا اساس ان احنا نبدا نشوف الامن الغذائي. عندنا صار في مشكله اثناء كورونا، واحنا تقريبا شبه قاره، لو كل واحد 32 مليون نسمه، لو كل واحد عنده مزرعه وزرع، سوينا اكتفاء ذاتي من الامن الغذائي وبدينا نصدر للدول، وانشانا حاجه يسموها بورصه الانتاج الزراعي، يعني حتى تتوافق مع 2030. لكن لابد من العمل الدؤوب والتكاتف من الجميع. وش المشكله لو زرعنا؟ لانه هي فيها اساسا ما هي مشكله، هي اجر كبير والاجر معروف عند الله سبحانه وتعالى. ونقول لا تشيلوا هم، يوسف او غير يوسف او اي احد ممكن يجي من اخواننا المبتكرين ممكن يساعدكم حتى في ابتكارات زراعيه تساعدكم في عمليه تنميه الانتاج الزراعي في المملكه. انا الان اقول لكم يعطيكم الصحه والعافيه، واشكر اخونا ابو نايف انه سمح لنا بعمل التجربه عنده في الطائف، ونقول له الله يطرح لك البركه ان شاء الله، وبدايه ان شاء الله خير يا رب. شكرا، سلام عليكم.